طب وانت كأحمد الشيخ شايف ايه اللي المفروض تشتغل عليه قوي الفترة اللي جاية قبل بطولة افريقيا؟ لا ده بيني وبين نفسي يعني. لا بس هو كل يوم طبعا كل يوم الواحد لازم يعني يكون عنده احساس كده ان هو لسه ما عملش حاجه، يعني لان لو وصلت لو احساسي وصل ان انا خلاص انا كده مكتفي، انا موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي خلاص انا كده مش عايز حاجه تاني، يبقى هتفضل محلك سر، هتفضل عند النقطه اللي انت وصلت لها، ويمكن كمان ما تقدرش يعني ما تقدرش تطلع بعد كده يعني. لكن بالنسبة لي أنا بشتغل على نفسي، بشوف الجانب مثلا البدني، الحاجات الفنيات، مثلا المدرب بيطلب مني حاجات معينة بحاول أنا أنفذها وبشتغل عليها، ده مهم جدا لأي لاعب.